جا العساد كيغوت عليهم على اخر غوت لي مالي امريكا امريكا خرجي الدري راه مات ناتون قال لي راه ولد جبله مات قلت له انا خرج عريانه على العساد يرجع جاب لي جلابه مشيت لقيت حالته ما هي حاله يدو دايره هكا فمو حتى واحد الحاله ديك الساعات بقيت كنغوت انا تجمعوا الناس جات الوقايه ولاو عاد جاوا البوليس كنقول لهم مات كيقول لك شكون اللي قتلو ما نعرف شكون اللي حضر شكون اللي جا قالها هو زيزون ومحمد ببوشة هو اللي جا عند العساس قال له بينا هو الدري ميت من الدري ميت خرجنا كانت جارة وبقيت كنغوت الناس تجمعوا هذه لقيت واحد الحاله اللي وريتكم بلاصه اللي وريتكم فيها ديك الحاله ما هي حاله الحاله ديالهم مكارفصه كارفصه الحاله ديالهم مخشي الناس تحت الجدره ديال الشجر الراس ديالهم مخشي لتحت عير جيلاتو اللي كيبانوا برا انا بقيت كنغوت جا الشلاغم قال لي مالك العطيطر بعدي العطيطر قلت له لا قال لي عندك تحطي عليه يدك قلت له لا ما نحطش انا كنت كنعرف القانون ما نحطش عليه يدي قال لي عديك تحطي يدك غيديرها غيقول لك انت اللي قتلتيه بعد بقيت كندير بقيت كنغوت الناس كيبغيو يشوفوه ما بغيتيش شديت حيد جل هكاك حيد جلابه ديالي وغطيتو بها سترتو بها وانا كنغوت بالعدم كنقول اللهم منكر هذا خصنا المهم من جاو البوليس داروا التحاليل داروا هذا وقالوا 200 متر كاريه ما خارجش الانسان من هنايا اللي قاتلو ما خارجش من هنايا ما خارجش من هنايا شديت انا بقى كيجي الضابط هادي دابا بقاو كيحقوا معايا انا الضابط فيك انت قلتو حنا بيت نهار الجمعه الدار راجل دار جبانيه ولا لحقوا للدار ديالو ولا جا نهار الجمعه من نهار الجمعه ما بان شي مره الجمعه والسبت الصباح عاد لقاوه ميت عنده ضربه في راسو ومعهم طردق عنقود ثلاثه طرطيقات مع نقا كاميون لا تحاجه شي ما كاين لا مول الكاميون لا حتى حاجه وبقينا ديك الساعه تهزوه داو جات لابيلانس ما بغاتش تهزو لابيلانس الحمراء هزاتو البيضاء حدك هنا انت يعني شاهد من الحداد بغيت نعرف اختي شنو كان وقع لولدك 2012 ايوا ولدي خرج مسكن مع المغرب بلغ على الراجل الدار ديالو ما عرفناش كيفاش المنظر اللي وقع شنو وقع له مسكن تاع عيطوا لنا قال راه مقتول مسكن بلاصه العوان شنو السنة هادشي؟ أنا لا عارفاش 2012 بحسب المعلومات اللي كنا توصلنا به 2012 شهر الصباح كنتي قلتي بأنه الصباح ديال الجمعة صباح الجمعة ياك ومنطقة ديال السلالين ياك بلاصة السلالين وعاودي لنا الأحداث بالضبط يعني شنو وقع؟ كنطالب ولدي نشوف عليها بلاتي تنوصلوا لهادشي عتبدا لي في البداية من النهار حنايا النجر قالوا بلغ الراجل السيد ندارو صافي بلغ ديك السيد ندارو من تما ما جاش واه صافي هذيك من جالو ليا ولا خيو قلبتو عليه شنو درت قلبوا عليه خوتو في الليل ما لقاوهش ايوا هادشي اللي كاين صافي حتى الصباح مسيت نعاود تدق عليهم العساس قال لهم اخاكم فينهم ميت ايوا صافي مشاو الدراري جاو جمعه الحومه مساكين مشاو شافوا انا كنت في الجبل ما كنتيشيتها هنايا انا تعيطوا لي صافي حيت يدك على الفيلم خلي انا خلي وصلت باش نجي فوقاش حد جيتي فوقاش حضرتي باش جيتي شنو الساعه جيتي نفسي كنصبتها بطوعه هبطوع ما حضرتيش عليها ما حضرتيش عليها ما شفتوش مسيك المرة ولا لي البوليس على التليفون ياك يسالوت ندار الضو قلت لهم وريوها لي ما بقاوش يوريوها لي بسن وريوها لها بسن وريوها لها عيطوا لي البوليس طلعت من هنا جيت صبت مداوها على قناه شنو الاسباب اللي قال لك باش مات قال لي صافي سمناه مطيح مضروب وراه اللي قال لي غنقواه اذا مقروب اها هادشي اللي قال لي ديك البوليس تعرض لشي اعتداء هو هذاك الشيء اللي قال لي هويا قال لك تعرض لشي اعتداء يعني تعرض للاغتصاب قال لي العائل مغتصب وعنقه ديالو مقروب وعنده واحد الضربه عنده واحد الضربه هنا وبيدو وقف عليا في المنام قال لي ما بلا ما تبكي عليا انا رانا استريحت ورانا نقرا فوقاش وقف عليك في المنام وقف عليا يلاه كمل الاربعين كمل الاربعين قال لي ما ذاك الراجل اللي ضربني بلا ما ادعي والو بلا ما ادي واحد البلاصه دابا انا ما صافي استريحت وجاي بقاو لي بدوا راهم لي قروني صافي ما تبقاش تبكي عليا
اللي انا مزاوقه فيك ما تبكيش علي، وانا ما بغاش نتسالي مره حيت ما شفتوش مسيخن. وفين دفنتوه؟ فين طنجه؟ قال لي بابا نجيبوه، قلت له بلا ما تعذبو مسيخن. صافي كتبت له التربه تما دفنو تما، صافي الله يجعل البركه. من بعد جات شي اخبار عليه من ناحيه البحث على الموضوع ديالو؟ ديك الساعه ديك ما جات حتى شي حاجه، ما قال لكم والو. دفنا ما شفنا شي حاجه دابا والان. صافي ديك الساعه ديك ما قالوا لنا حتى شي حاجه. صافي انت هنا تبغي تعرفي الحق ديال ولدك؟ انا نبغي، خصني نشوف شكون هذا اللي العدو ديالي. شكون هذا اللي قتل لك ولدك؟ صافي خصني نشوف العدو، العدو ديالي اللي قتل لي ولدي، خصني نشوفه. صافي قال لي السيد علق راسه هنايا، قال له ما ربنا هو قتل، ما نتقلدش به. الله اعلم به. شي واحد كان انتحر؟ هذا كان انتحر مسكين، الله اعلم به. ما عرفتش قال لي يمكن هو هذا، ما عرفت بك هو يا او ديك الدري ديك الراجل اللي ابن ولده ديك الراجل ولا ربيبه ولا شي جه، ما عرفتلو ديك هو يا اللي كيمشي عند بابا تما ولا ما عرفتلوش كيجي، ما نعرفش كيجي. فانا ما نتقلد لا بهذاك ولا بهذا ولا باخر. تحقيقات؟ الله اعلم. تحقيقات شنو كنت كتقول دوك الساعات؟ تحقيقات البوليس؟ البوليس البوليس ما البوليس كيمشي ويجي ويمشي بحالهم صافي، ما كيقولوا لا حتى شي حاجه. ما وصلوا حتى حاجه؟ ما وصلوا حتى حاجه، ما شافوا حتى شي حاجه. جاوا ومشاو، جاوا ومشاو، جاوا ومشاو. صافي تدفن العايل الله يجعل البركه، الله يخليك. ما بقات حتى شحال المده دازت ما بين الوقت اللي تحتل فيها ولدك ودابا؟ ديك الساعه ديك دابا عنده 8 سنين. دابا 8 سنين ما توصلوا حتى شي حاجه؟ ما كاين حتى شي حاجه مره. شكرا.